جو دوموندو ريسبونسابل العرجول ما يعطيهوليش كي نموت يعطيهولي درك وهذا ما كان سي تو سكو جدي. مؤسفة هذه الكلمات التي خرجت من قلب فنان تألم لما آلت إليه وضعيته ووضعية فناني السينما والمسرح في الجزائر. من لا يعرف يحيى بن مبروك المعروف بلافرنتي، هذا الذي قدم الكثير للسينما الجزائرية ليس بحوزته اليوم ولا شريط من إنتاجاته الفنية الغزيرة. يعني ولا فيلم عندك اليوم؟ ولا فيلم واحد، وعطوني واحد أهداه لي. أيعقل أن يهمل كل ما قدمه عمالقة الفن الجزائري؟ تساؤل طرحه زملاء يحيى بن مبروك بمناسبة تكريمه. الشيء اللي تعلمناه اللي خلاه لنا مصطفى كاتب، الشيء اللي خلاه لنا محي الدين بشترزي، ماذا بنا ينقلوه ينعلموه للجيل اللي راه جاي. مشوار يحيى بن مبروك كان دائما مرتبطا بالمرحوم الحاج عبد الرحمن. الأعوام اللي جوزهم ملي دار المفتش طال شفتها أعوام قصيرة، بصح جاب لي ربي واسا فيها حاجات كبار، حاجات بزاف، وكان يعني الموت كانت نساتو، كان يدير كتاب وخسارة هذه للجزائر وللفن. مديرية الثقافة في برنامجها سنة 2000 تعمل على تشجيع هذه العملية. مهمتنا كمسؤولين على هذا القطاع علينا أن نحارب مثل هذه السلوكات اللي هي نسيان رجالهم على قيد الحياة. لا ماشي بنتي هذه اختي. صافي والفرنسي تاعو خذت بي انا. اضرع نجيب الكاتب باش نصلك الزوج جزاز حتى تزوج. واذا كان القدر قد فرق بين هذا الثنائي في عز عطائه، فان ضروره تفرض اليوم اهتماما كبيرا بمن بقي يجسد قمه الكوميديا في السينما الجزائريه.